بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سيما لماذا انتصر اليمين في أوروبا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ لماذا الآن الشعب الأوروبي يميل إلى تحميل أمانة تسير دفة السياسة في هذه القارة العجوز لليمين المتطرف؟ تعرف اسمه اليمين ولا ما تعرف؟ اليمين اسمه خلينا بلاش. لماذا أصبح اليمين يحظى بشعبية مضطردة مع مرور الوقت؟ لماذا؟ تقدروا تجاوبوا تقولوا لي لماذا؟ علاش؟ أولا أن أوروبا زين تبين أنها تدفع من قبل جهة خفية إلى حرب ضد أوكرانيا داخل أوروبا، وخا ما بغاتهاش وصارت راحة تما. فهمتوا ولا فهمتوش؟ صافت السلاح لأوكرانيا، ألمانيا، فرنسا، زيد كذا، فأصبحت تنفق نفقات زيد كبيرة جدا، وستؤثر على من؟ على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية تاع الإنسان الأوروبي، يا كاس. إذا فقضية زيد أوكرانيا هي ثقب أسود يؤدي إلى استنزاف خيرات أوروبا القارة العجوز دون رغبتها ولا إرادتها، فهناك من يدفعها إلى هذا اللقاء والمجابهة دفعا. أنا سمعت الساسة الأوروبيين اللي هما إن شاء الله تبارك وتعالى مستقلين كيقولوا هذه المسائلة، انا ما بغيناش هش. ولكن ما عندكش العقل، ما تقدرش تقول ماشي غير الدول العربيه اللي محكم اللي يحكموا فيها ولا اللي لا يا ولد. لا اله الا الله محمد رسول الله. ثانيا هذه المساله ادت الى زين فاتوره ثقيله للنفقات العسكريه التي اثقلت الموازين التجاريه للدول الاوروبيه بتريليونات من الدولارات. الثالثه زيد لا اله فرضت عليها المشاركه الفعليه رغما عنها في هذه الحرب التي ستشتعل في المستقبل لا محاله كحرب كونيه ثالثه ستحدد معالم مستقبل النظام العالمي الجديد في هذا القرن، حينما يبزغ نجم الإسلام الذي سيشيع في الأرض كلها. الله تعالى، هذا الله. الله 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 تحسبهم جميعا. الله 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 الله. رابعا هذا الذي يحدث أدى إلى خلافات كبيرة في أوروبا قد تؤدي للتضحية بالاتحاد الأوروبي وإلى انشقاقه بالتمام والكمال كما فعلت بريطانيا من قبل ذلك. خامسا هذه حروب بدأت لا لكي يتم القضاء عليها بسرعة كما كان في السابق، ولكن لكي تستمر ولكي تؤدي إلى معركة وحرب عالمية يتم فيها استنزاف طويل لقدرات أوروبا. سادسا أوروبا يعني لو بغيت نعلق نقول أولا فظهر من ذلك زيد أن أوروبا ظهرت غير مستقلة، فما هي الحلول الآن التي وجدها الأوروبي في الانتخابات؟ واش هو الحلول ان شاء الله تبارك الله؟ الحلول واش هو؟ اعطى الصوت نتاعو لمن؟ اليمين. علاش اعطى اليمين؟ علاش ما اعطاش الاخرين اللي كانوا يحكموا؟ علاش؟ لماذا يسلم الان المشعل لليمين المتطرف؟ علاش؟ لان اليمين المتطرف عنده واش حلول؟ سطحيه. والشعب الاوروبي الان خص غير اللي ينخدم. واش هي الحلول السطحيه اللي اعطاها؟ واش هي؟ يقول لهم اسمه المهاجرون هم السبب في هذا الذي يصيبكم من فقر مفاجئ. خص الاعلام هكذا غادي. ثانيا المحل الثاني اللي عطاه اسمه هذا هو اليمين المتطرف التخلص من السود ومن المسلمين. حضروا اوروبا راه غزاوها السود وغزاوها المسلمين
حضروا روحكم المساجد كثرت. سمعت البارح واحد السيد يقول لهم المساجد نبلعوها في اوروبا، نديروا كذا، نجري مر العمال، نجري مر كذا. اوروبا الاوروبيين، اوروبا المسيحيين، لا وجود للمسلمين. ثانيا لا وجود للسود، اوروبا البويض والمسيحيين، المسلمين برا. كي يقولوا لهذيك اللي في فرنسا كي يقول لو ماري لوبان. وثالثا وهذا سيؤدي لا محالة طبعا في المستقبل من لتفكك أوروبا، وهو قدر والمحتوم حينما تعطى هذه الأصوات لليمين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربك هو الذي يقدر ما يشاء، فاستبشروا. زين زين. وعضوا بالنواجذ على دينكم، دينكم قبضوا في الدين. ستكون فتن في آخر الزمان، العالم كله. سيد ربي يقول للعرب ويل للعرب، سيقتل العرب مقتلة كبيرة، فتن غادي تكون فيه. ليه؟ وهنا وكل ثبتوا على دينكم، ثبتوا على دينكم، فوالله الذي لا إله غيره ما تكون حي ولا ما يكونش حي. لتظهرن فتن كبيرة تموج كما قال موج البحر، والآخرة أشد من الأولى. فثبتوا أيها الناس، الله يثبتنا. وصلى الله على حبيبنا محمد.